السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم. شهد ردة فعل السعوديين بعد زيارتهم الى الجزائر، تابعوا معنا هذا الفيديو. اذا جيت على وهران وتحديدا من امام ساحة الاول من نوفمبر، لا تفوت على نفسك تذوق الكرنتيكا اللي هي تعتبر من الاكلات المشهورة في وهران. والان ندخل نشوف تحضيرها مع الشيخ الكبير اللي في وهران. هنا اليوم تحضير الكرنتيكا. هذه 30 دينار. شوف كيف بالحجم، طبعا هذه 30 تمام، وهذه 40 على حسب. طبعا هو ما شاء الله هذا هو كامل. هذا هنا كامل. عاد هو طبعا يقطع حسب الطلب 30 او 40. هذا تقريبا كم هذا؟ 30 دينار. هذا 30 دينار. طيب هذا الان المكونات، هذا ايش هذا بالضبط؟ هذا حمص. أيوة. زائد ماء زائد ملح وزيت. يعني دحين وهران هي اللي مشهوره بالكرنتيكا ولا في معروفه في وهران؟ كرنتيكا معروفه في ومعروف في هذه المنطقه ولا في كل مكان؟ لا في وهران طول ما في اي بلاصه، في اي بلاصه وهران كومبلي في كرنتيكا. طيب وهذا ايش هنا؟ هنا ايش انت حاطط؟ هذا الفرن. راح يطير، يقعد وقت 15 دقيقه. ما شاء الله تبارك الله. تقريبا كم؟ طيب من تحت طلع شويه بونيتات، من فوق شعلوا له. طيب من فوق تقريبا كم يبقى هنا؟ ساعة ولا أقل؟ لا 15 مينوت، 15 دقيقة. أوه 15. طبعا نار ما شاء الله، الله يجيرنا من نار جهنم. خلاص شوفوا ما شاء الله هذول كلهم زبائن الكرنتيك. الله يبارك فيكم، صحة وعافية إن شاء الله. شكلوا هذا الكمون، شوف كيف يحطوا لك الكمون. الصحة والعافية. طبعا تبغى تقصه زي ما تبغى يقصوا لك اياه. هذا ما شاء الله كمان ياكلها بدون خبز. نحن طبعا من تركيا ناكلها. جيت مشان اقلها. لا لا ما شاء الله تبارك. من بورصة. من بورصة. عشان تذوق القرنتينا. ايوه عشان اذوق. احنا غريبين هون بالطريق، كرنتيكا عندي هي الاولوية. ما شاء الله تبارك الله. ما بتلاقي فيها مادة غير صحية، 100% بروتين. وتاكلها كذا بالملعقة. ايه بالملعقة. ما شاء الله تبارك الله. من تركيا قطع عشرات الكيلومترات، الاف عشان يذوقها ما شاء الله. واحنا كمان قطعنا الاف عشان يذوقها. الله حقك النصراوي. السلام. وصل البراق، وصل السلط، وندخل خير. ندخل على السلط بعدين البراق، وهنا الحريرة الوهرانية. يا سلام يا سلام. مية مية. وصل الشغل. وصل 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 وصل. ما شاء الله. لحم الخروف ما شاء الله. هذا لحم الخروف ما شاء الله تبارك الله. هذا مشوي. لحم الخروف ما شاء الله تبارك الله. مشوي ما شاء الله. لحم خروف طيب على الجمر ما شاء الله تبارك الله. السمك يا سلام. سمك طازج على الجمر. الشغل كله اليوم جمر ما شاء الله تبارك الله. لحم البقر طيب لصوص احمر. هذا كوردون بلو. يعني يعني لحم دند. يعني ايش؟ لحم دند. دند كيف ايش؟ بالجبن. معليش طيب اعذرونا الثقافة. ها؟ مقدد مقدد. لا لا دند دند هذا طائر الكبير هذا شو اسمه؟ دند. طيب المهم يا متابعين بالله قولوا لنا الدند. يقولوا الدند والله ما اعرف. كوردون بلو ولا؟ كوردون بلو. كوردون بلو. ذيك الرومي. كوردون بلو باين. الله. خلاص المهم الدند اهم حاجه نبغى ناكل. كوردن بلو. كوردن بلو ذكر. هذا شوف الطاجين داروا الطاجين ما شاء الله. ابو طاجين هذه السفاح بالعسل ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. ايش اسمها هذه؟ ايش اسمها؟ سفاح بالعسل. سفاح سفاح بالعسل ما شاء الله. قول لهم المكونات وشنو باش يعرفوا. سميد وقرفه كسر يعني كسكس مكسرات. مكسرات ما شاء الله تبارك الله. وهذا كسكس. كسكس كسكس والله المطبخ الجزائري يا اخوان والله غني. عسل الحر صح؟ لا لا
الله ما شاء الله ما شاء الله. حلوة الترك يعني اليوم العشوة دي فيها خل كيلو زيادة اليوم. ما شاء الله ما شاء الله. برافو برافو برافو. المهم لو جيت وتطلبوا تعالوا للرجل ده وقولوا له الصفر الصفر. ان شاء الله لك شرفنا بالزياره تاعك، ان شاء الله عجبك الاكل وعجبك المطعم. تفضل. والله شوف اخوي ابراهيم، اولا الله يبارك لكم، المطعم ريستورانت الدار، وشوف ثق تماما، النقل بالكاميرا امانه، والله لو ما كان الاكل لذيذ وشهي ويستحق التجربه ما رايحين ننصح ان الناس تجي تاكل وتجرب اكلكم. ولكن بكل امانه يا أهل الجزائر وتحديدا يا أهل وهران عليكم بهذا الرجل، بس سوي لهم خصم كمان. نسوي لهم خصم إن شاء الله. هذه شهادة نعتز بها. خلاص قل لهم السعودي اللي صور مساعد السعودي أحمد راح عدين لكم خصم هو تم صاي فعلا تكلف به. الله يجزاكم ألف خير، فعلا والله يستحق التجربة يا أهل وهران، أدعموه وابن بلدكم ويستحق. صح اخوي ابراهيم، انتوا الموقع فين؟ احنا فهران في البولفارد الجنوبي انفاس الكافيتيريا ديبلومات. ايش في معلم جنبكم؟ ايش في معلم ممكن؟ معلم انا بولفارد الجنوبي هم خلاص فيها دي تاع مطاعم كاع فيها ارابيسك فيها المعارف. عاد انتوا يا اهل الجزائر ان شاء الله وتحديدا اهل وهران حتعرفوا المحل. المهم هذا الرجل واسمه ريستورانت الدار، هذا هو. ونواصل تغطيتنا ولكن هذه المرة من وهران العتيقة وتحديدا من أمام ساحة الأول من نوفمبر. هذه الصورة تعني كثير للجزائريين، صورة الأمير عبد القادر مؤسس الدولة الجزائرية، وعبارة أجمل: وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. اللهم عز الإسلام والمسلمين في كل مكان. أمامنا هنا مسرح الجهوية، وهذه بلدية قديمة أصبحت الآن معلم أثري مطل على الساحة. المكان روقان وجمال على جمال، خذ لك شاهي وروق واستكن وتمتع بجمال المكان. أحد أهم المعالم في تلمسان قلعة المشهور. ندخل من الداخل ما شاء الله تبارك الله. والله تلمسان تنقلك إلى الأندلس، وهذا الجميل في الجزائر سبحان الله، تنوع تضاريسي جغرافي حضاري ثقافي، إنها الجزائر. تورني؟ يلا نبدأ الآن مشوارنا في قلعة المشهور مع ما شاء الله المتخصصة في الإرشاد داخل القصر. نعم بسم الله، مرحبا بكم في الجزائر، مرحبا بكم عندنا في تلمسان وفي القصر الملكي الزياني. أو هذا القصر الملكي كان تابع للدولة الزيانية، لأنه الجزائر حكمت فيها الدولة الزيانية في نهاية القرن 12 وبداية القرن 13. يعني تلمسان كانت مركز العاصمة، والقلعة هذه اللي هي قلعة المشهور كانت مقر الإقامة للدولة الزيانية. القلعة تأسست ما بين 1235-1236 من طرف السلطان يغموراسن ابن زيان لأصوله بربر من قبائل زناتة، كانوا في المنطقة هذه في تلمسان. وهنا عمل الإقامة الرئيسية ديالو في هذا القصر هذا اللي كان أكبر فيه 4 قصور، وهذا القصر الوحيد المتبقي في القلعة من أصل 4 قصور اللي ترمم بمناسبة تلمسان عاصمة الثقافة في 2011. وحنا الآن رحنا في الجناح الشتوي للقصر. الجناح الشتوي فيه معرض ألبسة تقليدية الجزائرية خاصة بمنطقة الغرب، وكذلك بعض أكسسوارات اللي خاصة بكامل المناطق الجزائرية. هذه منطقة عنابة في الشرق الجزائري، تلمسان عندنا كذلك أكسسوارات قبائل والصحراء. هذه بلوزه خاصه بمنطقه الغرب، ولا كما نقولوا في الجزائر وهراني، بلوزه وهراني. ودكم بعد تشوفوا مركز الالبسه فيه كل الالبسه الجزائريه خليط. هنا يعني درنا عرض برك للالبسه الخاصه بمنطقه الغرب. والقصر هذا يعني كترمم بنفس الشكل، لانه وجدنا الاثار كما هذه القطعه الاصليه للزبيش ولا الفسيفساء. هذه الفسيفساء عندها 8 قرون. وعندنا كذلك قطعة أخرى هنا، وعندنا كذلك الكتابات
اللي هي شعارات خاصة بالدولة الزيانية. عندنا جملتين يتكرروا في كامل القصر، عندنا العز القائم الملك الدائم لله، وعندنا كذلك نعمة الله في دار عبده. أنا كنت أبحث على لا غالب إلا الله، لأنه نسخة سبحان الله في إسبانيا نعم، في قصر الحمراء. قصر الحمراء نعم، لأنه نفس سبحان الله نعم، نفس العمارة الإسلامية، نفس العمارة الإسلامية نعم، نعم، العمارة الأندلسية ولا الموريسكية. والآن راح نشوفوا الديوان الملكي، لأنه كلمة مشور أتت مشورة والتشاور مشورة بينهم، يعني هذا القصر كان فيه كل ما يخص أمور الإدارة. احنا حاليا ندخلوا نشوفوا قاعة الديوان ولا قاعة العرش، قاعة استقبال الضيوف. تفضلوا، عندنا هون كذلك قطعة أخرى أصلية، وهون عندنا الديوان الملكي، قاعة العرش والديوان، قاعة استقبال الضيوف. السلطان الزياني كان يقعد هنا يدير الاجتماعات والقرارات والتشاورات اللي تخص أمور الدولة الزيانية، وكما نقولوا الديوان الملكي، هذه هي قاعة الديوان. وعندنا كذلك النافورات، هذه النافورات الصغيرة اللي كانوا يستعملوهم للوضوء، وثانيا برودة الغرف، وثاني كذلك السلطان كيحب يهدر سر، يكون عنده اجتماع سري، الخرير تاع المياه هذاك يمنع الصوت ما يخرج، يعني اللي يكونوا جواسيس اللي يكونوا خارج ما يسمعوش واش يسرق الحديث، يعني الحديث تاع السلطان. الآن راح نشوفوا جناح الصيف، وعندنا كذلك هذا الحوض، الحوض أصلي 100% من حيث المساحة أصلية، ومم يعني السيراميك اللي في الداخل أصلي، يعني الحوض هذا يعني قعد محفوظ لأنه كان مردوم بالتراب. وهناك في الطابق الأول يوجد جناح النساء، كان ما نقدروش نزوروه للأسف ارتبل الإدارة. وحاليا راح نشوفوا الجناح الصيفي اللي هنا مبني بالطوب، والجناح الاخر مبني بالحجار، الجناح الاول دافئ والجناح هذا بارد. تفضل، هنا نشوفوا واش كاين، عندنا الممر السري، الممر السري خاص بالسلطان، هذا الممر ياخذ حتى المسجد الكبير في وسط المدينه، مسجد المرابطين، السلطان كان يخرج بالحصان. في هذا الممر. تفضل، راح نشوفوا قطعة أخرى نقشبندية، قطعة أصلية. هذه قطعة أصلية تاع الزليج ولا الفسيفساء، وهون قطعة أصلية للنقشبندية. كاين كذلك هنا الحمام، حمام ويعني قاعة الوضوء، الحمام السلطان. تفضل، ايش إذا خلاص راح من بعد راح نشوفوا لباس تقليدي ستيشن، اللي هي محطة طبعا التلفريك، هذه نزلك إلى أسفل المدينة في لالا سيتي. هي محطة لالا سيتي، تلفريك لالا سيتي. سعود الكبير والصغير استراحة. نجرب التلفريك، ويلا نبدأ نقول بسم الله تجربة التلفريك في لالا سيتي. نحن موجودين الآن في التلفريك، وصادفنا أحد سكان لالا سيتي، مدينة تلمسان لالا سيتي. يا سلام، شوف الشارع كيف. التلفريك متى يكون عامر ما شاء الله؟ في أي الأوقات؟ أيام العطل، الصيف والربيع والخريف. ايش الجنسيات اللي تكون موجوده؟ جميع الجنسيات،
جميع الجنسيات. ما شاء الله تبارك الله. الوقت تقريبا كم ياخذ الين التلفريك يهبط لتحت؟ 15 دقيقة. وصلنا ما شاء الله 15 دقيقة. محطة ثانية؟ في محطة كمان. في محطة الأولى لسه، هذه المحطة الأولى ما شاء الله تبارك الله. والله ما شاء الله ما نروح مكان إلا أهل الجزائر يقابلونا ويقولوا شباب أنتوا فين، نقول لهم ما نحن في شانزليزيه ولا نحن في الله يجزاه خير. طبعا الشباب الله يجزاهم خير حريصين إنهم ما شاء الله تبارك الله معاهم مصحف ونوزع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، وإنهم لفي شك منه مريب. ما شاء الله تبارك الله، الله يجزاه خير. طبعا أبو محمد الله يجزاه خير يتنقل معاه مصاحف، واجهنا الناس الطيبة هذه من الباطنة في الجزائر وأعطاه المصحف، وترى والله ما شاء الله تبارك الله قال أفضل شيء اليوم أهديته طبعا كتاب الله، وعلى طول سمعنا ما شاء الله تبارك الله تلاوة عطرة من كتاب الله. الله يجزاكم ألف خير، وما وجدنا والله يا أهل الجزائر منكم إلا كل طيب وكرم. طبعا هذه كنيسة زي ما قلنا مريم العذراء، جنبها حصن سانتا كروز اللي أسس عام 1577. الكلام ده كله قديم، خلينا في الجديد. الجديد هذا هو الجديد. الله يا عيني عليك يا وهران، شوف الإطلالة، شوف المينة، شوف الجمال، شوف الروعة، شوف وهران الباهية. انت في الجزائر، وهذا الترام بجنب الفندق، شايفين الترام يعدي جنب الفندق، وعندك هذه الساحة، يعني كل الخدمات جنبك. انت في رويال، انت في الجزائر، انت مع أشراب طيبة. عملاءنا الكرام رايحين يتمتعوا بإقامة مميزة في قلب مدينة وهران أمام بلدية وهران وديوان الرئيس. اخترنا فندق مميز، رويال هوتيل، فندق ينقل إلى عالم آخر، فندق 5 نجوم رويال. شوفوا الباب الآن، الله يجزاهم خير. السلام عليكم. الله يجزاك خير. مرحبا. يقابلك علم الجزائر، يقابلك الاستقبال، وهذا اللوبي المميز. طبعا فندق رويال الصورة تتحدث، والآن بإذن الله رايحين ننتقل ونصور كمان من داخل الغرف، ونقول لكم الفندق وفخامة الفندق وفخامة الإمكانيات اللي موجودة في الفندق. شوف ما شاء الله تبارك الله الشغل المترتب في الفندق. وهذا الفندق فيه له شيء مرة مميز، عباية الأمير عبد القادر. الأمير عبد القادر قصة جدا طويلة، رمز التضحية واستقلال الجزائر. هذه عبايته، وهذا سيفه، وهذه صورته موجودة في فندق رويال.